In the name of the Almighty God, dear students of الثانوية العامة عن الأزهر, a new edition of your English weekly program, School on Air. أحبائي طلاب الثانوية العامة والأزهر, حلقة جديدة وبرنامجكم الأسبوعي في اللغة الإنجليزية, مدرسة على الهواء. أحبائي, أكيد we have the pleasure to host Miss Iman المصري, senior teacher at the Ministry of Education. Hi and welcome, Miss Iman. Hi, Mr. Muhammad, and welcome my dear students, screen viewers watching us now. Hopefully you'll enjoy today's episode and find it useful to you. Dear students, today Miss Iman and I are going to study Unit 8, الوحدة التامنة. وكلنا عارفين أنها هي entitled Space Odyssey by Arthur Clarke. والوحدة النهاردة فيها طبعا كم كلمات جديدة, لأنها طبعا من الوحدات الجديدة اللي ما كانتش يمكن موجودة في المنهج السنة اللي فاتت. فنخلي بالنا للكلمات بتاعتها, يمكن الجرامر بتاعها معاد ومكرر, اللي هو الباسيف في الباست تنسز, ولكن خلينا نبدأ مع إيمان كده في اللانجويج فانكشنز. في الوحدة اللي هي بتتكلم على to talk about the advantages and disadvantages of something. How can we talk about the merits and demerits of a thing? تفضل. مستر محمد ذكر لنا دلوقتي كلمة advantage و disadvantage, وكمان قال لنا كلمة merit و demerit. الاثنين دول كلمات ينفع ان انا استخدمها علشان اتكلم عن المميزات بتاع الشيء او عيوب الشيء. يعني ممكن اقول what's the advantage of something, what's the advantage of studying English. ممكن جدا يكون السؤال كده. هقول one of the advantages of studying English is, واحدة من المميزات لدراسة اللغة الإنجليزية هي, وأقول أي ميزة من مميزاته. ممكن جدا أقول disadvantages يعني العيوب, أو demerits. طبعا demerits spelling بتاعها D-E-M-E-R-I-T, وهحط S لو أنا بتكلم على plural form. demerits اللي هي عكس merit أو عكس advantage. أو في الحالة دي ممكن أقول one of the demerits of social media is wasting time. واحدة من العيوب بتاعت السوشيال ميديا هي مضيعة الوقت أو تضييع الوقت. طيب في إيه كمان ممكن أستخدم كلمة pros and cons. كلمة pros and cons, pros معناها advantage اللي هي ميزة أو شيء جيد, و cons C-O-N-S دي معناها disadvantage, أو طبعا ده plural form, يعني pros P-R-O-S معناها مميزات, و cons اللي هي العيوب, برضو بستخدمهم بنفس الطريقة. ف if you want to talk about the advantages of things, لو عايز تتكلم عن العيوب المميزات بتاعت شيء, عندنا أهول ثلاث كلمات advantage, merit, pros. ممكن جدا أسأل سؤال بإني أقول what is the advantage of, وأقول الحاجة اللي بسأل عنها. ممكن لما أجاوب أقول the advantage of this thing, أو ميزة هذا الشيء, the advantage of the internet, the advantage of studying English, the advantage of social media, وابتدي أذكر هي إيه. لو شيء واحد طبعا بستخدم verb to be بالsingular form اللي هي is, لو plural أو جمع فهستخدم verb to be في plural form. ونفس الشيء طبعا لو هتكلم على disadvantages, نفس structure ونفس form. Great, تمام. يعني احنا بالنسبة لنا احبائي, لو طلب مننا انها طبعا واحنا بنحل دايلوج او كمان بنتكلم على بنكتب الكمبوزيشن كموضوع التعبير بتاعنا, فاحنا اكيد في بعض الموضوعات بتتكلم فيها طبعا بتذكر ناحيتين, يعني خاصة لما تبقى مثلا بتكلم على ميكسد بليسنج اللي هي بتبقى حاجة نعمة ونقمة في ذات الوقت. ميكسد بليسنج, فأكيد طبعا زي ما قالت مس إيمان, لو بتكلم على the internet أو المودرن تكنولوجي أكيد طبعا ليها من المميزات وليها من العيوب. فيفضل طبعا إن سيادتك تبقى عارف إنك أنت تستخدم بعض المصطلحات والكلمات الخاصة بال talking about the advantages, زي ما ذكرنا advantages, merits, وكمان قلنا كلمة pros, وبتكلم كمان على disadvantages. وبيبقى طبعا ده ممكن تكتب فيه another paragraph كموضوع, او باراجراف تاني كمان او فقرة تانية لو بتكلم على موضوعات بيبقى دايما فيها شقين. طبعا في الديالوجز احنا طبعا متعودين في الحاجات اللي كانت زمان دايما بنتكلم على suggestions, عن advice, عن opinion and so on. ولكن دلوقتي ممكن نتكلم عن موضوع, لو حد من زمايلك مثلا بيكلمك اشترى مثلا new mobile and ask about the advantages of that, يعني نتكلم عن مزاياه وعن عيوبه. تمام, تعال نشوف الكلام ده مكتوب على الشاشة عندنا. بنقول language functions talking about advantages and disadvantages, حديث عن المميزات والعيوب. لما نقول مثلا one negative side is that,
احد الجوانب السلبيه كذا، يبقى كلمه نيجاتيف سلبي، عكسها على طول كلمه بوزيتيف ايجابي، يبقى وان بوزيتيف سايد از ذات. وروح ذاكر طبعا في كل بعد كلمه ذات بكتب جمله كامله تمام، او ممكن اكتب كناون تمام. فممكن طبعا هنا نتكلم على احد الجوانب السلبيه او احد الجوانب الايجابيه. ممكن زي ما نسال كمان سؤال ونقول وات ار ذا بروس اند كونز، بروس اند كونز اللي هي المزايا والعيوب. لاحظوا كمان كلمه كونز ما نغلطش بينها وبين كلمه كاينز اللي هي سي او اي ان اس اللي هي العملات المعدنيه، لكن كلمه كونز احنا قلنا المساوئ. A positive لما نجاوب نقول a positive side to that is، جانب ايجابي لهذا الشيء كذا. Or a negative side to that is، جانب سلبي كذا تمام. كمان ممكن نقول another advantage، وفي كمان كلمة جديدة بالنسبة لنا نحفظها كلمة downside. كلمة downside أحبائي اللي بتساوي بالضبط كلمة disadvantage. مرة تانية downside، كلمة downside بتساوي كلمة disadvantage. Is that يعني معناها أحد المساوئ كذا. What is the benefit أو downside of that، What is the benefit of تمام، ما هي فائدة، ما هي فائدة كذا. طبعا of هنا بس كل اسم، ما قلنا كلمة benefit from قلنا يستفيد من، يبقى كلمة benefit هنا عكس كلمة على طول كلمة downside. benefit ربح أو الفايدة، لكن كلمة downside معناها العيب أو الخسارة في شيء معين. هناخد دلوقتي مس ايمان تكست اكسرسايز او كده دايلوج بيتكلم عن استخدامنا للاكسبريشنز دي تمام. As you can see we have a conversation between هالا and روندا، الاثنين بيتكلموا. فهالا بتقول I've just read an article about artificial intelligence this is a very important matter or topic to talk about today right sure yes yeah. the artificial intelligence. As you can see الانيشلز هنا عندي artificial حاطين ال A as in red، وزي ما انتم شايفين وعندي كمان intelligence برضو الاي بدأ بريد عشان نقول ان ممكن نعمل abbreviation كده ونقول AI. الاي اي اللي هي artificial intelligence اللي بنسميه احبائي الذكاء الصناعي او الاصطناعي. يبقى once more هالة بتقول a statement، جملة خبرية بتقرر فيها، بتقول I have just read. الناس كلها شايفة ان عندي present perfect I've just read. كلمة just is in between have and the past participle أو the third conjugation of verb اللي هي كلمة read. An article، قرأت مقالة عن artificial intelligence. فطبعا راندا بتستغرب بتقولها really تمام، يمكن عايزة تأكد فبتقولها what are the pros and cons of that. شفتوا كده بقى استخدمنا التعبير اللي اتكلم عليه من شوية what are the pros and cons of that. هنا طبعا كلمة that عايدة على ال artificial intelligence. قالت لها some teachers are using AI. مرة تانية AI زي ما قلنا من ثواني artificial intelligence اللي هو الذكاء الصناعي in schools. For example some computers can mark students work. بعض الحاسبات الآلية can mark students work، ممكن تقوم بتصحيح أعمال الطلاب. فرندا بتسأل بتقول what is the benefit of that. طب لما نصحح أعمال الطلاب عن استخدام طريق استخدام الحاسب ايه الفايدة في كده؟ رد عليها هلا قالت له well it saves teachers time، اكيد بيوفر لنا الوقت as teachers. AI can also be used to translate languages، يستخدم طبعا في ترجمه كثير من اللغات. رندا بتسال what is the disadvantage or what is the advantage of that. Doesn't that mean that we won't need to learn English anymore؟ هل طبعا احنا ممكن ده يخلينا نستغني عن تعلم اللغه الانجليزيه؟ Sure Do you not. think so, Ms. Iman? Sure not, because the artificial intelligence, still we're dealing with computers and machines. طبعا احنا لما بنستخدم ال artificial intelligence احنا بنتعامل مع ماكينات او الكمبيوتر. لو استخدمنا مثلا ترجمة في الكمبيوتر اللغة ما ينفعش انها تستخدم زي الحساب مثلا في ان احنا نقول انه 1 plus 1 equals 2، لكن اللغة فيها expressions متعددة، مواقف ما ينفعش الكمبيوتر يحسها زي البني آدم. فبالتالي it's impossible to get rid of or to do without learning the English language. ما ينفعش أبدا إن احنا نستخدمه بديلا عن تعلم اللغة، ولكن هو ممكن يساعدنا معرفة معنى كلمة حاجة زي كده، لكن ما ينفعش نعتمد عليه إنه يترجم لنا نص بالكامل أو إنه هو يعمل محادثة بدلنا
والكلام ده كله. Yes, we are not quite sure where science What's will, going will to take us. happen yes. in the future. Yeah, and artificial intelligence is very important, as we said, and our unit has something to do with this topic. Topic, okay? sure. Yes. Yeah. نرجع نكمل تاني على الشاشة عندنا وبنقول رندا بتسأل what is the advantage of that? Doesn't that mean that we won't need to learn, احنا مش محتاجين نتعلم English anymore مرة تانية؟ أو بعد كده طبعا هلا تلاقي no we will still need English to communicate. أكيد الإنجليزي محتاجينه في التواصل. وطبعا as Miss Iman just said إن احنا بالنسبة لنا to communicate to express feelings يعني فأكيد يعني one of the ways of communication يعني فأكيد طبعا بالنسبة لنا الحاسبات أو الأجهزة عموما ما تقدرش تقوم بهذا العمل. But a positive side of that that it can translate something very quickly. طبعا هيبقى اسعفنا قوي في الترجمه سريعا. If you are not sure what word means, لو انا مش متاكد من معنى كلمه فاكيد بيبقى سهل جدا اللجوء لايا كان الجادجت او الاله اللي في ايدينا نقدر نترجم عليها. راندا بتقول لها that is true. شايفين هنا agreeing with the opinion اتفاق مع راي فقلنا that is true. هلا بتقول one negative side that people, اذا كنا اتكلمنا عن المزايا فممكن كمان نتكلم عن demerits or dismerits. One negative side, أحد العيوب بقى that people worry that. هنا كلمة worry جاية verb فعل بمعنى يقلق إن الكمبيوترز will become more intelligent than us. الحاسب الآلي هيبقى أكثر ذكاء من البشر. For example, a chess expert, طبعا مديني مثال, كان في خبير في لعبة الشطرنج chess programmed a computer to be good at chess. برمج حاسب معين عشان يبقى كويس في لعبة الشطرنج. Now the computer بيعمل يبقى always wins. دايما الحاسب بيكسب وان الراجل اللي برمجه دايما بيخسر. The expert doesn't know how this is possible. صعب طبعا ان يعرف ايه السبب. رندا بتقول another downside, وفكركوا تاني كلمة downside يعني احد المساوئ او العيوب of AI artificial intelligence الذكاء الصناعي is that it is token أو taken away some people jobs. طبعا من ضمن العيوب taken away some people jobs يعني بياخد وظائف الناس. How do you think Ms. Iman? طبعا الكمبيوتر ممكن يحل محل حاجات كتيرة جدا دلوقتي. يعني for example ممكن الناس كانت زمان ممكن تعمل يعني تعرف كده عدد الناس اللي موجودة في المكان بتاعهم في الشغل او كده, تعمل احصائية بحاجات معينة. دلوقتي بقى في عندنا اكسس, ده بروجرام موجود في الكمبيوتر هو بيقوم بالمهمة دي, فمش محتاج اي حاجة غير انه يتعمله داتا انتري او انهم يدخلوا فيه البيانات, وبعد كده البروجرام هيعمل كل التعداد كل الاحصائيات لوحده, فبالتالي احنا كده فقدنا واحدة مثلا من الوظائف. في دلوقتي بقى الكمبيوتر بيعمل ديزايننج لحاجات معينه, فكتير قوي ناس ما عادتش محتاجه قوي يعني مثلا لو هنتكلم على شغل الديكور والكلام ده كله في البيوت, في دلوقتي بروجرامز بتعمل الديكور بنفسها وكل اللي عليا ان انا بختار الحاجات على بعض. ممكن ده يقلل برضو من فرص وجود وظايف زي مهندس الديكور, ف بيحل محل بعض الناس. اكيد طبعا especially in big factories في المصانع الكبيره we use computerized robots. طبعا بيبقى الروبوت المبرمج ده طبعا اكيد will replace many workers, هيحل محل عمال كتير. And in such a case the employer اللي هو صاحب العمل doesn't need to pay money as salaries, مش محتاج طبعا يدفع مرتبات. و there will be no sick leave or sick leaves. طبعا مش هيبقى في اي اجازات بقى للمرضيه ومش هيبقى في طبعا any complaining او اي شكاوى او complaints, على اساس طبعا الناس دي هتبقى الروبوتس will work 24 hours a day, يشتغل طبعا 24 ساعه في اليوم ومور اكيوريت. طبعا ده كله طبعا بيخلي مشكله the unemployment البطاله يعني increases, هتزداد طبعا طالما احنا بنشغل الآلة هنستغني عن العنصر البشري, طبعا هيبقى في مشكلة بطالة. But really we can't do without
روبوتس. روبوتس these days. Yes, I believe so. نرجع تاني احبائي على الشاشة وبنتكلم على راندا كانت بتقول another downside of artificial intelligence that is taken away some people jobs. طبعا take away اللي هو بيأخذ بعض وظائف الناس. Yes, that is a worry. جاية كلمة worry هنا a noun. أنا خدتها من شوية كverb لكن لما أحط قبلها إيه كارتكل يبقى worry وكمان ده دليل على إنها بتتجمع يبقى worries. لو عملنا جمع هنقلب الواي إلى I ونحط ES معناها هموم أو مشاكل. فلما أقول that is a worry يعني شيء مقلق يعني. طيب هنشوف محادثة كمان إحنا إذا كنا قرينا نص إن إحنا يعني محلول بالفعل أو حوار بين بنتين هنشوف حوار كمان نحاول احنا نكمله مع بعض باستخدام مثل expressions. فشايفين بيقول لي complete the missing parts in the following dialogue between Lamia and Susan are talking about او who are talking about electric cars. بيتكلموا عن العربيات الكهربائية. تاني كده Lamia and Susan are talking about the electric cars. نبدأ ب Susan بتقول I'm doing a survey can I ask you some questions. Would you play the role of Lamia, Miss Iman? Sure. Yes, okay. فسيزن كانت بتقول I'm doing a survey. مهم جدا نخلي بالنا ان كلمة do a survey not making a survey. Do a survey يقوم بعمل استبيان او استطلاع رأي. Can I ask you some questions? طبعا احنا yes. لازم نقرا الانسر الاول yes. اللي بعدها علشان أيوة. نعرف. فسوسن قالت لها it's about electric cars. فأكيد هنا هي بتقول لها السيرفي ده عن إيه. yes. فطبعا قالت لها what is the survey about. yes. once more what is the survey about. yes. great. يبقى إحنا استشفينا الإجابة من الإيه أو السؤال إزاي نكون السؤال من الإجابة اللي تحت منه. إذا كان بيقول it is about فنعمل طبعا conversion نخلي كلمة is قبل كلمة it يبقى what is it about. تمام. اوكي ام ريدي. طبعا واضح ان لميا مستعده فسيزن بتسال سؤال الاجابه مس ايمان بتقول I'll start with the advantages. okay. I'll start with the advantages. فيا ترى تعتقدي السؤال نمرة 2 كان ايه؟ What are we going to start by؟ yes. اوكي يعني هنبدا بايه مثلا؟ yes. او how are we going to start؟ what will you start with؟ تبدأي بإيه؟ what will you start with؟ yes. رد عليها وقالت لها I'll start with the advantages. هتلاحظ طبعا إذا كنت ببدأ بفاول ساوند زي كلمة advantages فأكيد بكسر الذا ما بقولهاش ذا بقول the فبقت the advantages. one advantage is that electric cars ولاحظوا electric cars مش electrical cars produce less pollution. العربيات الكهربائية طبعا بتنتج تلوث أقل من اللي هي cars run on petrol العربيات شغالة بالبنزين. Before we can go on we have a phone call from الجيزة. We have أحمد. ازيك يا أحمد؟ ازيك يا مستر؟ أخبارك يا زعيم؟ تمام؟ الحمد لله. اتفضل. كان عندي سؤال تشوز. اتفضل. The teacher says that a new subject. Teacher says a new subject. That a new subject. Space next week. A new subject. وبعدين space. Oh, next week. Next yes. week. And A is taught. A is taught. Oh. B will be taught. Will be taught. C will teach. Will be taught. وبعدين will teach. C will teach. Will teach دي في الآخر و C A. T E A C H. لا أقصد C will teach صح؟ Will teach. Will teach تمام. D is going to teach. Is going to teach. Is going to teach. To teach. Yes. طيب طبعا يا أحمد احنا هنا شايفين ان السنتنس بدأت بنيو سبجكت مظبوط يعني teacher says that a new subject. A new subject وكمان عندنا time reference اللي هي كلمة next week. A new subject دي حاجة بتدرس نفسها ولا بيتم تدريسها؟ بيتم تدريسها. يبقى طبيعي احنا هنستخدم هنا اي form active ولا passive؟ active. لا ازاي انا ابتديت كده بالobject او الحاجة اللي هي receiver of the action
يعني انا دلوقتي ابتديت بالحاجه اللي هي بيتم عليها الفعل، مش هي اللي بتقوم بالفعل، مظبوط ولا لا؟ مظبوط. يعني هل السبجكت هي اللي بتقوم بالفعل ولا حاجه، حد تاني هو اللي هيقوم بانه يعمل اكشن عليها؟ حد تاني. بالظبط. فانا ابتديت بيها كده الجمله لان هي جايه بعد ذات، يعني لو لخبطتك البدايه دي لا، دول جملتين مرتبطين ببعض بكلمه ذات، فبالتالي دي بقت جمله تانيه ليها بدايه تانيه، ولكن انا بس ربطتهم ببعض. فالجزء ده نيو سبجكت، واحنا هنا محتاجين فعل. الفعل طبعا اللي هيجي بعد نيو سبجكت لازم يبقى باسيف، لانه مش السبجكت هي اللي هتدرس نفسها. طيب هنيجي بقى للبوينت تاني. يبقى احنا كده هنستثني كلمه will teach و is going to teach، لان دول كده active form ما ينفعش استخدمهم بعد a new subject. طيب احنا عندنا time reference اللي هي كلمة next week، مظبوط ولا لا؟ مظبوط. ده بتريفير لايه؟ لفuture ولا present ولا ايه بالظبط؟ future. طب فين بقى زمن الفيوتشر اللي عندنا هنا في الاختيارات اللي عندك؟ will be taught. exactly. يبقى هي المفروض ال correct answer هنا هتكون a new subject will be taught، لسه هيتم تدريسها next week. فهمت جت ازاي؟ ايوه فهمت. اوكي. يبقى يا احمد دايما كده لما تلاقي عندك يعني في التشايسز دايما في passive وفي active، والباسيف بنعرفه ازاي؟ دايما عندك فيرب تو بي باشكال مختلفه، اللي اذا كان بي ام از ار واز وير بين بينج، كل دي اشكال الفيرب تو بي. وتصريف تالت، اذا كان في الصيغتين او الشكلين اكتف وباسيف، يبقى النقطه هنا زي ما المدخل كده مس ايمان قالت لك ايه، السبجكت دي هتدرس نفسها تيتش ولا تدرس ويل بي توت؟ فاكيد طبعا خلاص وصلت النقطه ان هي اصلا باسيف محتاج بيه تصريف تالت. عندك is taught و will be taught، اكيد زي ما قلنا في time reference كلمة next week بتكلم على future تبقى will be taught. اوكي؟ اوكي. طيب still have questions احمد؟ شكرا يا مستر. شاكرين جدا اتصالك ابو حميد. نرجع تاني، وكنا بنحل dialogue محادثة، وكان واضح ان بتتكلم على the advantages and the disadvantages of electric cars او using cars in general. فاتكلمنا على ان العربيات اللي هي electric cars، السيارات اللي بتعمل بالكهرباء، قلنا produce less pollution، تلوث اقل طبعا than that او those run on petrol اللي بتعمل بالبنزين. نرجع تاني كده للشاشه ونشوف المحادثه وصلنا لفين. بنقول I'll start with the advantages. One advantage is that electric cars produce less pollution. سوزان بتسأل سؤال، فالتانية قالت لها the main downside is that electric cars cause huge amounts of energy. تمام. هنا هي بقى بالظبط غيرت وتكلمت دلوقتي على downside، يعني عيب من العيوب. فسيمبلي هتقول لها what is one of the downsides أو what is the main downside of using electric cars، أو ممكن تقول what is the downside of using electric cars. Great. يبقى what is the main downside أو disadvantage of using electric cars. طلعت لها the main downside is that electric cars use huge amounts of energy، بتستخدم كمية كبيرة جدا من الطاقة. Fine. Is using a lot of energy the only disadvantage؟ هل استخدامنا للطاقة الكتيرة هو ده يعني العيب الوحيد؟ رد عليها لميا وقالت لها space طبعا there are others. يا ترى مع ولا ضد؟ طبعا أكيد هي بتقول لها لا. And of course not there are others. Simply يعني هنقول تمام. Of course not. As you said. Of course not. حلوة قوي. Of course not. يعني بالطبع لا. وراحت مكملة كلامها قالت لها there are others، يعني other disadvantages. سيزن بتقول ذا وات ايلس، طب زي ايه كمان؟ وات ايلس؟ تمام. ممكن جدا تقول اي حاجه بقى مكتوب بس عندي اجابه مكتوب كلمه expensive مثلا بتعبه، فبالتالي احنا هنا محتاجين نستخدم حاجه ليها علاقه بالسعر او البرايس. yes. ونقول ان هو حاجه غاليه، فهنقول electric cars are very expensive. yes. او ممكن نقول the energy used in electric cars is very expensive. Yes. يبقى بالظبط كده they are very expensive. العربيات غالية جدا طبعا، أو electric cars are expensive يعني مكلفة. فك expensive you're right، أنت على صواب. Do you think that all people can afford electric cars؟
كلمة afford to do something يعني تكون قادر ماديا على أو تتحمل نفقات شيء. فطبعا تفتكري أنت that's your own opinion Miss Iman. يعني I believe not. I don't think so. Yes. Because they are expensive. يعني yes. ممكن نقول إنه رأيي وسبب من الأسباب. Yes. إذا كنا بنتكلم طبعا على إن هي طبعا كاتبين فوق قبلها إن هي expensive يبقى أكيد هتبقى ماشية في نفس السياق هتقول لها I don't think so. تمام؟ طيب we have a phone call from Aswan. We have إبراهيم. إزيك يا إبراهيم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيكم استاذ محمد؟ الله يسلمك يا زعيم. ازيك يا مستر إيمان؟ اهلا اهلا بيك يا ابراهيم نورنا. بكل معايا سؤال اختياري معلش. اتفضل اتفضل. As we are. As we are. Living in the age. As we are living. Living. Sorry. In the age. In the age of technology. In the age of technology. Man's. Space. By the space. Of many planets. Of many planet. Is remarkable. Planets. تمام. إيه الاختيارات؟ رقم A invention. إيه؟ Invention. 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 تمام. بعدك ده induction. بعدين B إيه؟ Induction. Induction. تمام. Invasion. وإيه كمان؟ Inspiration. طيب أنت عندك مشكلة في فهم الكلمات مثلا؟ لا هي سياق الجملة أنا مش فاهمها. طيب As we are living in the age of technology يعني طول ما احنا عايشين في عصر التكنولوجيا. التكنولوجيا طبعا كلمة Age of technology معناها عصر التكنولوجيا. Man's وبعدين space حاجة كده خاصة بالإنسان أو بالبني أدمين. Of many planets لكثير من الكواكب. Is remarkable هو يعتبر شيء طبعا ميزة كبيرة أو حاجة لا تنسى علامة كبيرة من العلامات. فتفتكر البني آدم بيعمل إيه في البلانتس؟ هيبقى في انديكشن ولا انفنشن؟ يعني هل ممكن اخترع بلانت ولا هي اوريدي حاجات موجوده؟ يبقى طبعا ما ينفعش ان انا اخترع البلانت. وطبعا مش هينفع يبقى في انديكشن ولا انسبيريشن. تمام. انسبيريشن طبعا اللي هي كلمه يبقى في الهام او وحي. فافضل كلمه هي غزو الكواكب فدي طبعا كلمه انفيجن كلمة غزو. Induction معناها إضافات. Induction معناها إن إحنا ممكن نعمل إضافات أو حاجات. فكلمة invasion اللي هي يغزو شيء. ماشي تمام شكرا بارك الله فيكم. أوكي. خلاص كده يا إبراهيم. ماشي بارك الله فيكم. شاكرين جدا اتصالك وهنرجع نستكمل الوحدة بتاعتنا. فكركوا تاني إن إحنا بنناقش مع بعض النهاردة الوحدة التامنة. بتكلم عن Space Odyssey طبعا بالكاتب أو the famous writer لو آرثر كلارك. ف يعني بيتكلم فيها على الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الصناعي وهل يا ترى طبعا الموضوع ده قديم قوي وهل الروبوت هيحل محل الانسان. وطبعا بيدي مثلا يمكن كان في سيريز اوف فيلمز مجموعه من سلسله افلام بتتكلم عن الذكاء الصناعي يمكن طبعا شهير جدا منها فيلمين معروفين يمكن ظهرت في 2001 السلسله او يمكن اقدم من كده. وعايزين نشوف النهارده هو بيسوق لنا مثال ايه. ولكن قبل ما نتكلم عن السبيس اليسي عندنا لسننج تكست نص كده هنشوف ناريتر احد القاصين او الحكيم بيتكلم عن موضوع اللي هنناقش النهارده. هنبص على الشاشه ونلاقي عندنا كلمه لسننج تكست. The narrator بيقول today I'm going to give a talk about one of the most famous writers of science fiction Arthur Clarke.
قبل ما نتكلم عن الموضوع هنتكلم عن آرثر كليرك هيمسيلف. فلاحظ يا مس إيمان بيقول لي give a talk بمعنى يعني طبعا ان هو يقوم بعمل حوار او يلقي كلمة. يلقي بالظبط يلقي خطاب او كلمة. give a talk زي بالظبط give a lecture يعني يلقي محاضرة. about one of the most famous writers. لما نقول one of يبقى على طول متوقع ان يجي اسم جامع accountable زي كلمة writers. of science fiction. science fiction احبائي اللي هو الخيال العلمي. وهنتكلمنا يمكن كلكم عارفين جول فيرن مثلا واللي هو the father of science fiction. one more writer of such a kind is Arthur Clarke. He was born in England in 1917, the son of a farmer. بابا كان فلاح. He was always interested in science. Interested in يعني كان مهتم بالعلوم. But his father died and his family then have طبعا بابا توفى في سن مبكرة والأسرة بتاعته didn't have much money. ما كانش عندها مال كافي والحزنة كلمة much جاي قبل كلمة طبعا كلمة ماني لأن ماني دايما uncountable. محدش شاف فينا قبل كده كلمة مانيز مثلا. So Clark had to find نتيجة بقى إن Clark had to find work as soon as he finished school. اضطر يلاقي عمل بمجرد ما انتهى من دراسته. He got a job يعني found a job with the government. يعني became civil servant اللي هو موظف حكومي although he wrote for science magazines كان بيكتب لي مجلات علمية write for in his free time or his spare time. He was able to develop his skills يعني كان قادر على تطوير مهاراته in science during the second world war أثناء الحرب العالمية الثانية. When he worked with radar طبعا كان شغال في الجيش بقى كان يعني شغل العلاقة بالرادار تمام فيمكن ده يعني استخدمه بعد كده في ان هو يكتب عن هذا الموضوع كان طبعا شيء جديد جدا في وقت الحرب العالمية طبعا كان حاجة جديدة جدا جدا. هناك ناخد اتصال we have a phone call from الغردقة I guess we have مينا. هلو مينا. هلو مستر ازيك يا زعيم عامل ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله اتفضل لو سمحت معي سؤال choice. Yes, go ahead. اتفضل. We had a great. We had A great weekend. Weekend. As the weather was perfect. Days. Yes. Was perfect but in space day. صح? Have all. Both. دي الاختيارات have الاول وبعدين all. بعدين. Both. وبعدين neither. تمام. طيب يعني احنا انت بتتكلم على داي واحد او يوم واحد مظبوط؟ لا هي دايز ولو طيب. داي حتى ولو ولو داي ماشي اقصد we had a great weekend as the weather was perfect وبعدين قلت دايز. طيب احنا بنتكلم ما حددناش انه مثلا الفيكيشن دي كانت او الويكند دي طبعا ويكند عندك يومين اثنين ايوه فبالتالي احنا عندنا هنا have ما تنفعش اصلا في الاختيارات هي ملهاش اي علاقه بالسياق المعنى الكلمات اللي هنا ممكن يعني شويه انت هتكون متلخبط ما بينها all وبوث وneither. طيب طبعا احنا عندنا هنا الويكند عارفين انها عباره عن يومين اثنين فاحنا الافضل في الاجابه من دول هي كلمه both days فهنقول we had a great weekend as the weather was perfect all days yes. مش both طيب. طبعا all days هي الاجابه السليمه بص بقى زي ما كان مس إيمان بتقول لك كده يا مينا الفكره كلها طبعا كلمه have ملهاش علاقه بالموضوع اصلا عندك كلمه day على فكره او days الاثنين هتبقى ماشيه صح كلمه all day يعني لو قلت مثلا بالنسبه لنا we had a great weekend قضينا نهاية أسبوع جميلة
as the weather was perfect all day طوال اليوم طول اليوم كان اليوم كويس لو قلت all days اللي هم اكتر من يوم it's okay لكن انا ما عنديش reference بيحدد قوي ان هم يومين لو كان مكتوب مثلا two days كنت او يعني اي دليل على ان هم يكونوا اثنين فكنت اتكلمت على كلمه both واحنا بالنسبه لنا طبعا يعني يمكن احنا ده حكايه السبت دي خدناها قريب كان عندنا الويك اند هو جاست وان داي اللي هو كان فرايداي بره صحيح بس ايمان هم يومين ولكن الويك اند ممكن حد من يقضي من نهايه الاربعاء الخميس الجمعه فاصبحت جامع غير كده يا مستر محمد يعني لما قرينا الجمله تاني yes. لقينا ان الستراكشر بتاع الجمله يعني ما ينفعش اقول واز بيرفكت او ذا ويذر واز بيرفكت both days لوحدها كده ما تنفعش ممكن جدا اقول كلمه at both days ساعتها في الحاله دي لو انا جبت كلمه at في السبوكن انجلش في السبوكن انجلش كان جو وهتبقى اوكي okay وهتبقى زي الفل تمام anyway يبقى اختيارنا التاني كده يا مينا كلمه all days اوكي all ولا both all a double l اوكي ما هي بوث عشان بقى جمع هم يومين وانت جبت منين يومين طب ما هم كلمه اول يعني برضو كل الايام كلمه اول تنفع تيجي مع الجمع خلي بالك معايا انت عارف ان هم ويك اند هنا محدده يومين ولا يوم ولا ثلاثه لا بس هو انا خلاص ما حددناش يبقى خلاص كلمه اول لا بس هم يومين بس هو قال مين قال ان هم يومين مثلا الستراكشر كمان يا محمد يا مينا يعني انا مثلا عندي we had a great weekend as the weather was perfect at both days ما ينفعش ان انا اقول the weather was perfect both days يعني في الستراكشر بتاعها مفضل جدا لو انا هتكلم في الانجليش السليم ان احنا نستخدم كلمه البريبوزيشن قبل كلمه both days عشان احدد لانه هنا هو بيقول لي all days يعني في كل الايام او في خلال اليومين دول طول اليومين كان الويذر كويس فهمت الفرق في المعنى ولا لا فهمت تمام طيب عندك سؤال كمان لا شكرا شاكرين جدا صلك يا مينا ونرجع نكمل الليسننج اللي بيتكلم فيه عن ارثر كليرك اللي هو الكاتب بتاع The Space Odyssey اللي هي رحلة إلى الفضاء مرة تانية كده على الشاشة كنا بنتكلم عن هو wrote for magazines كان بيكتب لي المجلات وبعد كده he was able to develop his skills كان بيطور مهاراته in science during the second world war when he worked with radar this system was being used for the first time طبعا لما يشوف حاجة زي كده he got amazed كان الرجل مبهور أو excited باستخدام الرادار to help planes to land في مساعدة الطائرات إن هي بتهبط لاحظ إن كلمة land عكس كلمة take off many science articles by Clark have been published لاحظنا هنا إذا كنا بنتكلم على مقالات كتيرة لكلارك مالها بقى نشرت يبقى لازم تبقى passive voice had been published طبعا جاية past perfect عشان عندي كلمة before وجملة في past symbol published in magazines before the war ended قبل نهاية الحرب. He predicted satellite television. الراجل ده كان من أوائل الناس اللي فكروا في أو تنبأ بوجود التلفزيون اللي بيعمل بالأقمار الصناعية اللي هو معتمد على الساتلايت يعني. In one article later his science fiction stories were also published in magazines. طبعا القصص عن الخيال العلمي تم نشرها في مجلات. Clark decided to go to university after the war ended and he graduated in math or mathematics. طبعا الرجل ده تخرج فيه يبقى graduated. محدش يقول لي he was graduated. الفيرب ده ما بيجيش في الباسيف فويس. He graduated in mathematics يعني تخرج في الرياضيات ولاحظوا البروبوزيشن in and physics. درس رياضيات، درس فيزياء. He became the editor of a science magazine. Editor قلنا المحرر في جريدة طبعا جريدة علمية and continued to write articles and stories. Many of his stories were about people traveling into space. طبعا قصص كتيرة بتتكلم عن ناس بتسافر للفضاء زي astronauts and rockets طبعا السفر للفضاء بيتم دايما في space ship أو في rocket اللي هو صاروخ. Soon he was famous as a writer and also as a scientific consultant. طبعا اصبح مستشار علمي راجل مطلع
فكلمة consultant احنا خدناها قبل كده قلنا مستشار او الشخص اللي بيدي مشورة في مجال ما expert يعني scientists and technicians الفنيين knew that Clark could be asked about spaceships طبعا نسأله عن السفن الفضاء and satellites and he was happy to talk about his ideas كان سعيد في التحدث عن أفكاره In 1964, Clark was asked to work on a film. طلب منه طبعا يعمل في فيلم. شفتوا البدايات انا كنت بقول 2001 لكن قبل كده السلسلة كانت بدأت في 1964 انه يشتغل في فيلم work on a film for ده الفيلم طبعا بيمثل project عشان كده قلنا كلمة work on. The famous director Stanley Kubrick. The director wanted to make a film of one of Clark's short stories. حب يعمل قص فيلم based on مبني على one of Clark's short stories. This became طبعا 2001 Space Odyssey. الفيلم طبعا اللي ظهر في 2001 هو الفيلم بتاع Space Odyssey الرحلة للفضاء. The film about traveling far into space. يبقى الرواية بتاعتنا بتتكلم عن السفر بعيدا للفضاء. طبعا has been watched by many millions of people since it was made in 1968. الفيلم طبعا شوهد وhas been watched and still been watched طبعا ما زال بيشاهد عشان كده استخدمنا present perfect form المضارع التام قلنا بيستخدم طبعا للتعبير عن حدث ما زال بيتم yes. بملايين من البشر عبر العالم all over the world after a serious illness بعد مرض خطير Clark was in a wheelchair طبعا أصبح crippled أو disabled أصبح في كرسي متحرك for many years and he died in 2008 but he is remembered رجل طبعا ده بيتم تذكره as a great scientist as well as a writer the Arthur Clark Foundation عمل مؤسسة اسمها Arthur C. Clark Foundation has promoted the use of technology طورت استخدام كلمة promote يطور أو رأت استخدام التكنولوجيا to improve the quality of life in developing countries في تحسين جودة الحياة في المدن أو الدول النامية developing countries دول نامية عكس على طول كلمة developed countries اللي هي الدول المتقدمة and there are now parts of space that have been named after him to name after إنك تسمي باسم مؤسسات كتيرة النهاردة أو أجزاء كتيرة من الفضاء مسمى على اسم آرثر كلارك في جمل كده كتير جدا مثل من دلوقتي choices سريعا A not is someone who decides how a play or a film, etc., should be made. Director. Actor, actress, sponsor, director. Director, طبعا هو الشخص اللي مسؤول عن صناعة الفيلم أو إزاي يتم صناعة الفيلم. Yes. Number two, the science that deals with العلم اللي بيتعامل مع the structure of objects, اللي هو تكوين أو تركيب الأشياء, is called physics, geography, math, or history. Physics. طبعا هو بالزبط. العلم physics. اللي بيتكون او بيتكلم على تكوين الاشياء yes بالضبط the space is the equipment that finds the position of things using radio waves وجود الاشياء باستخدام الموجات اللاسلكية radio waves. Radar طبعا yes بالضبط كده عندي كلمة gear وكلمة ladder السلم remote. والكلمة الأولى طبعا اللي هو العصا الغيار في العربية yes وكلمة remote اللي هو بعيد فخدنا كلمة radar ليسي someone who does practical work in science or technology is a technician lawyer accountant therapist practical work in science and technology طبعا ده التكنيشن yes الشخص اللي بيصلح الادوات بتاعه التكنولوجي كمبيوتر وكده جريت طيب مس ايمان اكيد استمتعنا جدا بالحلقه مع حضرتك والمعلومات المفيده اللي قلتها لنا ولكن هي طبعا as usual we ran out of time thanks a lot for your efforts thank you very much for yours وطبعا شاكرين لكل الناس اللي هي ورا الكاميرا and to all of you our dear viewers and students wishing you all the best and until next time good luck and goodbye